بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض مشابهة أصحاب الجحيم الواقعة في أحوال المسلمين، قال: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الطوائف التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التشبه بها أهل الجاهلية، ويراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء لبعد الفترة بين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فقد بعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل انقطعت فيه آثار الرسالات، وغيرت بقايا الأديان الصحيحة، وسادت الوثنيات، وصار الناس في جاهلية، لأن العالم لا يصلح أن يعيش بدون الرسالات، لأنهم إذا فقدوا الرسالات صاروا في جاهلية، تسلطت عليهم شياطين الإنس والجن. فلذلك رحم الله البشرية فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينقذ الناس من ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولينقذهم من الجاهلية. الحمد لله. والجاهلية على قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله: جاهلية عامة، وهي ما كان عليه أهل الجاهلية في جميع أمورهم، وهذه انتهت ولله الحمد بظهور الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فببعثته صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة، الحمد لله، وجاء العلم والنور والهداية، وسيبقى إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن قد تبقى أنواع من الجاهلية في بعض المسلمين أو في بعض البلاد، وهذه جاهلية جزئية وليست جاهلية عامة. فلا يجوز أن يقال الناس اليوم في جاهلية، في جاهلية عامة، أو هم في جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى،
على صفة العموم، فهذا أمر لا يجوز، وهذا معناه أن الإسلام لا وجود له. ولكن يقال الناس فيهم جاهلية، فيهم جاهلية، ولا يقال الناس في جاهلية، بل يقال الناس في جاهلية، فيهم جاهلية، الناس فيهم جاهلية، يعني في بعضهم. أو البلاد الفلانية فيها شيء من الجاهلية، وهذه جاهلية جزئية وليست عامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يدعونهن: طعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والندب النياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء بالنجوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، وكان قد سبق معنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، فيما رواه مسلم والبخاري: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها، صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم من جملة الأمور التي لا يجوز إحياؤها ولا يجوز الرجوع إليها الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. فالذين يريدون العود إلى أمور الجاهلية ويفتخرون بذلك ويقولون إن هذا من التراث ومن الحضارة، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، يدخلون في هذا الحديث. الواجب ترك الجاهلية وتناسيها والاعتزاز بالإسلام وبما جاء به الإسلام. نعم، وهذا يشمل كل جاهلية، سواء جاهلية الأميين أو جاهلية الأعاجم أو جاهلية أهل الكتاب، كل جاهلية، وما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفترة من بعثة الرسل فهو الجاهلية. يراد بالجاهلية أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: فإنها جميعها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. كون عرف الناس يخصص الجاهلية بما كان عليه العرب فقط، هذا جزء من الجاهلية. الجاهلية عامة للعالم كله، العرب والعجم وجميع أهل الأرض، أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، أو يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. نعم، ومن تجنب الجاهلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحجر لما ذهبوا إلى غزوة تبوك ومروا بديار ثمود، وهي المسمات بالحجر، مروا بها وفيها آثارهم وديارهم العجيبة وفيها الآبار. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمال مياه ثمود لما فيها من آثار الجاهلية وآثار الكفر. الكفر يؤثر في الأرض والعياذ بالله، وفي المياه. فمن تجنب الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا الماء،
ونهى أصحابه حسن عن استعماله، حتى إنه أمر بأن أن يعلف العجين للدواب الذي عجن من ماء ثمود، وتجنبا لآثار الجاهلية، ولم يرخص لهم إلا في بئر الناقة التي تريدها الناقة لأنها لا يتناولها العذاب، لا يتناولها آثار الجاهلية، لأنها بئر نزيهة وليست من آبار ثمود. نعم، معناها أنها كانت معروفة البئر التي تردها الناقة إلى الآن، معروفة. نعم إلى الآن معروفة. نعم. هناك مسائل يا شيخ في الحجر، يعني ممكن بعض الناس ببراءة يذهب يقول أشوف الآثار، السفر لأجل التفرج عليها لا يجوز، لأن هذا فيه تعظيما لها، لأن هذا فيه تعظيم لها، فالسفر من أجل التفرج عليها لا يجوز. وأما إذا مر الإنسان في طريقه ولم يقصدها ولكن مر عليها في طريقه، فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصاب، مثل ما أصابه. فإذا كان الإنسان مارا بها من غير قصد وهو في طريقه، فلا مانع أن ينظر فيها للاعتبار والاتعاظ. أما أن ينظر فيها للتعظيم وأن هذه حضارة وأن وبنوا وفعلوا وأنهم فعلوا هذول أجدادنا وآباؤنا ويفتخر بهذا، فهذا افتخار بالجاهلية، وهذا أمر لا يجوز، ولا يجوز أنها تطور وأنها يعتنى بها وأنها تجعل مزارا من ضمن السياحة كما يقولون. كل هذا من تعظيم أمور الجاهلية، ولا يجوز هذا العمل. نعم. هل فيها زيادة خاصية أنها أيضا أرض قوم مهلكين عصوا الله فعذبهم؟ نعم. هل فيها أنها أيضا فيها عبرة؟ إيه؟ فيها عبرة. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، فمحل العبرة. أما أنها تعظم وأنها يفتخر بها فهذا أمر لا يجوز، لأنه من الافتخار في أمور الجاهلية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. هذه رواية أخرى، في رواية أنه أمرهم أن يطعموها الدواب، وفي هذه الرواية أنهم أمره أن يطرحوها، ولا تعارض بين الروايتين، فربما يكونون أنهم بعض ذلك أطعموه الدواب وبعضه طرقوه. نعم. وفي حديث جابر، والشاهد أنهم لا يستعملونه، الشاهد من كل هذا أنهم لا يجوز لهم أن يستعملوه. نعم. وفي حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. نعم، هذا دليل على أنهم مقبورون في هذه البيوت وهذه المساكن، لأنه قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، دل على أنهم مقبورون فيها وأنهم يعذبون فيها. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز الذهاب إليها من ناحية الإعجاب والافتخار بها، وإنما يذهب إليها أو يدخلها من مر بها من أجل الاعتبار والاتعاظ فقط. نعم. شرط أن يكون باكيا؟ نعم، شرط أن يكون باكيا معتبرا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء. نعم، فمن كان يدخلها من باب الاعتبار والاتعاظ والبكاء وتلين القلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، قبور المسلمين وقبور المشركين، أمر بزيارتها للعبرة والاتعاظ
وقبور المسلمين أيضا للسلام عليهم والدعاء لهم. نعم. قال إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. نعم، إذا أعجب بهم أو فرح بما هم عليه من الحضارة والتقدم كما يقولون، فربما أنه يصيبه ما أصابهم، إما في جسمه وإما في قلبه والعياذ بالله، إما في قلبه بالزيغ والضلال. نعم. هذا في أهمية العلم الشرعي وطلبه يا شيخ، لأن من لا يعرف هذا الحديث يقع في هذا الخطر أن يصيبه ما أصاب ثمود. ما في شك أن الإعجاب بالكفار وبأعمال الكفار وما هم عليه أنه خطر عظيم على الإنسان، أن يصاب في دينه وفي قلبه بالزيغ والضلال. نعم. قال ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي أشد غزوة كانت على المسلمين، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. نعم، هذا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من آثارهم وبقاياهم، حتى الماء، والمعصية تؤثر حتى في الأرض وفي المياه وفي الديار، فالإنسان يحذر من هذا. وكانوا في حالة عطش، لأن غزوة تبوك هي أشد الغزوات لأنها في الصيف وبعيدة المسافة، وكانوا بحاجة إلى الماء، ومع هذا نهاهم أن يستعملوا مياه ثمود لأن عندهم ما يكفيهم ولله الحمد، وهي بئر الناقة فيستقون منها حاجتهم. نعم. قال وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة نعم ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. نعم، وهذا كما سبق أن المعاصي والكفر يؤثران في الأرض وفي التربة، وأن الإنسان يتجنب مواطن الكفرة ومساكنهم لئلا يصيبه ما أصابهم، وأن لا يؤدي الصلاة في أرضهم التي كانوا يعمرونها ويسكنونها، لأنها بلاد مأثومة وبلاد ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملعون أهلها. أهلها، واللعنة تؤثر حتى في الجمادات وفي الأرض، فهذا دليل على أن المسلم يتجنب مآثر الجاهلية وأماكن الكفرة ويبتعد عنها. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لكن صلاته عند القبور وسيلة إلى الشرك والتأثر بالأموات. وكذلك في مواطن المعذبين، وكذلك في أراضي الكفر التي كانوا يسكنونها ويعمرونها كأرض بابل، وبابل تقع في شمال العراق، وكانت للنمرود والكنعانيين الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان له معهم ما كان مما ذكره الله في القرآن، وفي النهاية هاجر إبراهيم عليه السلام من أرضهم إلى أرض الشام وإلى أرض الحجاز فارا بدينه منهم، فهم أمة عاتية وأمة كافرة يعبدون التماثيل، يعبدون الصور المجسمة من دون الله عز وجل. وهذا فيه دليل على تجنب مواطن الكفار مهما أمكن الإنسان، ولا سيما المواطن التي نزل فيها العذاب والعياذ بالله. نعم. فإذا كان هذا في الأراضي التي استوطنوها
وسكنوها وأن المفروض أن المسلم يتجنبها، فكيف بالتشبه بهم في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم، وأشد ذلك تشبه بهم في دينهم، فإن هذا مما يؤكد أن المسلم لا يتشبه بالكفار. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر ابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعناه ولفظه: فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك. كل مواطن العذاب ومواطن الكفرة العتات المسلم يتجنبها، لا سيما في العبادة، فلا يصلي فيها ولا لئلا يصيبه من آثامهم ومن آثارهم، لأن المعاصي تؤثر حتى في البقاع. نعم. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. نعم، الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة كان يكره الصلاة في مواطن الكفار اقتداء بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذه المواطن. نعم. وقوله: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة. اي نعم، هذا تعليل عام، نهاه أن يصلي في أرض بابل. لماذا؟ لأنها ملعونة، فدل على أن كل بقعة نزلت فيها اللعنة أنها تتجنب ولا يصلى فيها. نعم. يقال أن بابل حول الكوفة الآن يا شيخ، في أدنى، هم في أرض العراق. طيب، هم في أرض العراق. إذن هذه النصوص مخصصة لحديث جعلت لأرض مسجدا وطهورا. نعم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المواطن التي نهي عن الصلاة فيها، ولا تعارض بين الأحاديث. نعم. قال: والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيره. نعم، يوافق ما في أرض بابل. أرض بابل نهى عن الصلاة فيها، أرض الحجر لم ينهى عن الصلاة فيها، لكنه نهى عن الدخول، عن دخول، والدخول يشمل الصلاة فيها من باب أولى. فإذا دخلها ليصلي فيها فهذا أشد. نعم. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا. كذلك، هذا شاهد قوي وشاهد واضح في أن آثار الكفر وأراضي الكفر لا يصلى فيها، الخاصة بالكفار لا يصلى فيها. فلما كانت نية أصحاب مسجد الضرار من المنافقين من بنائه ليس وجه الله عز وجل، وإن كان ظاهره أنه لوجه الله، لكن بنوه للمضارة بمسجد قباء، وبنوه لتجمع الكفار فيه ليكون مركزا كما نسميه الآن، مركزا لاجتماعهم وتخطيطهم ضد المسلمين، أن الله جل وعلا نهى نبيه أن يصلي فيه، فقال: لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه، لأنه كان وعدهم أن يصلي فيه إذا قدم من تبوك، فالله أسبق له النهي قبل أن يصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وسنتم الحديث عن مسجد الضرار إن شاء الله في الحلقة القادمة. فحتى نلقاكم نستودعكم الله، شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر لشيخنا ما تكرم به من الجواب. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.